ورجعنا لكم من جديد، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ رؤيا. نمط لنا اخصائيه التغذيه ربا مشربش، يا صباح اهلا اهلا كيف لين. حالك؟ تمام الحمد لله. كيفك؟ منوره حبيبتي. اهلا. طبعا اليوم رح نحكي مع ربا عن احد مواضيع الجد المهمه وهي زيت الزيتون. بدنا نعرف تفاصيل اكثر عن امتى لازم نحطها على النار، قديش درجه الحراره الماكسيمم ممكن يوصلها، وفوائده وكثير تفاصيل اخرى عنه. بس قبل ربا خلينا نحكي شوي عن سلطه الجزر. اكيد. شو رايك اليوم عملت سلطه؟ كثير سلطه زاكية. يعني لسه عم بقولها لإيمان إنه هذا يعني عندي بدل صحن منسف يعني. هاي السلطات زاكية. هلا الجزر الأحمر موسمه صح إيمان، وهلا جبتي منه من السوق، وفي كمان مستخدم الجزر العادي. هلا اللي بيميز الجزر زي ما حكيتي قبل شوي يلين إنه في عنا فيتامين A اللي هو البيتا كاروتين، مصدر النباتي لفيتامين A، وفي عنا اللي بيميز الأحمر اللي هي مادة اللايكوبين اللي هي مادة مضادة للأكسدة، وكتير في عليها دراسات للحماية من شغلتين. أول إشي للحماية من أمراض القلب لأنه بيساعد في التقليل من الكوليسترول والحماية من أمراض القلب، وتاني إشي فعاليته في الحماية من بعض أنواع السرطانات وخاصة سرطان البروستات. هلا مادة اللايكوبين اللي بيميزها إنه إحنا بنقدر نستفيد أكثر منها إذا انطبخت وإذا أكلناها مع مصدر دهني، يعني مثلا السلطة حطينا عليها زيت زيتون، طبخنا الجزر بشوية زيت، وجود الزيت مع مادة اللايكوبين بيزيد من فعاليتها وبيزيد من فوائدها. حلو. وأكيد طبعاً هو الجزر مادة الأنثوساينين برضو مادة تانية مضادة للأكسدة موجودة في الجزر الأحمر، شوي نسبتها أعلى من الجزر العادي، فهذا اللي بيميز هذا الإشي. بس هم تقريباً متساويين تقريباً بالفيتامين A اللي هو كمان مهم جداً للنظر وللجهاز المناعي ولا مرحلة النمو عند الأطفال. كتير مهم إنهم ياخدوا فيتامين A من مصادر نباتية وحق أكيد من مصادر حيوانية. رهيب. يعني أنا ربا يعني هلأ لازم الناس تستغل فرصة إنه صح موجود بالسوق وإنهم يطبخوا فيه، سواء محشي سواء سلطات سواء ممكن حتى يعني ينعمل سلطة أبسط من سلطة هيك أو عادية حتى ينسلق ويتاكل هيك بالشوكة. يعني يعتبر خاصة للأطفال مفيد يعني كبير. حلو مرات لما نعملهم سلطة الأطفال بيحبوا الألوان، فلما تحطي مثلا جزر مع خيار مع بندورة مع يعني عدة ألوان فيها، أو نقطع لهم إياها شرحات لما يحضروا التلفزيون بيأكلوها. بيأكلوها بنبسط. يعني على القليلة سناك صحي ومفيد. طب هلا إحنا لما نسلق الجزر بهذا الحال الجزر الأحمر، هل بيفقد من خصائصه أو من الفيتامينز الموجودة؟ هلا شوفي أكثر فيتامينز تتأثر بالماء اللي هي البي فيتامينز اللي هي الفيتامينات الذائبة بالماء. فيتامين A البيتا كاروتين هو من الفيتامينات الذائبة الدهون، وهو ما بتأثر بكتير بالحرارة أو بالمي أو بالسلق، يعني أوكي. إحنا من ناحية هذا الفيتامين مش كتير منخاف. هلأ أكيد فيتامين سي لأنه فيه نسبة فيتامين سي، أكيد مع المي والهذا ممكن نروح بالمية السلق. فإحنا عادة ينصح بالبيت ست البيت دائما المي اللي بتسلق فيها الخضرة، إذا كان جزر إذا كان أي نوع خضار، لا تستغلها، تستخدمها تعمل فيها الرز، تستخدمها تعمل فيها شوربة مانكبها لأنها مفيدة جدا، لأنه كل الفيتامينز اللي موجود بتنزل فيها، بس أكثر إشي البي فيتامينز مش الفيتامين اللي بتدوب بالدهون زي شوربة بتطلع رائعة كتير زاكية. أو ممكن هاي تزبط شوربة إيمان صح؟ يعني الجزر مع بزبط مع خضار مع خضار مع خضار. بس إحنا لما نسلق هذا الجزر بتصير ميته حمراء؟ يعني مش حمرة كتير غامقة هيك بس حلو بيعطي لون حلو للشوربة. بالعكس انت بدك يكون في بالشوربة حتى يمكن مع العدس بيطلع زاكي. مرات مع العدس بنحط جزر احنا البرتقاني الجزر مش غلط يعني من لون الخضار بنزيد الفائدة اكيد. طيب خلينا ننتقل للموضوع الرئيسي على السريع عشان اخذنا وقت كثير نحكي عن الجزر. خلينا نحكي بسرعة عن زيت الزيتون، نحكي بشكل عام عن فوائده اول شيء. هلا زيت الزيتون اكيد زيوت المفيدة جدا، واحنا مشهورين في منطقتنا بزيت الزيتون، فيها الدهون نسميها الغير مشبعة الأحادية، وهي مفيدة جدا لمرضى القلب أكيد والحماية من أمراض القلب. احنا دائما بنركز على زيت الزيتون، بس بنهتم لشغلتين، الكمية ما نتناول كتير كمية لأنه بالآخر هو يعني مصدر دهني وغني بالدهون، أكيد رح تناوله أكثر من المفترض أكيد رح يؤدي لزيادة الوزن. والزيوت خاصة زيت الزيتون بيختلف عن الزيوت الثانية إنه هو بنحرق بسرعة، فدائما إذا بدنا نطبخ فيه ما لازم يتعرض لحرارة عالية، أو يعني يستخدم آخر إشي مثلا إذا بدك تحطيه على الزيت على الرز مثلا أو في الطبخ ما ينعرضه لحرارة عالية لتجنب احتراقه، وبيؤدي لرائحة كتير كريهة طبعا نعرف بالمطبخ، ولا ينصح فيه
غذائيا انه نعمل بهذا الشيء. طيب هلا احنا لما نقارن زيت الزيتون بالسمنه والزبده وزيت اللي بنستخدمه للطبيخ اللي هو الزيت النباتي، طبعا بنعرف انه زيت الزيتون بيجي على راس القائمه والاكثر صحه، صح. ولكن احنا لما نحكي عن نسبه الدهون اللي موجوده فيه اذا بنقارنها بالسمنه والزبده، ايش الفرق بيناتهم؟ هلا هو انواع الدهون المختلفه فيها، كلهم دهون، كلهم تقريبا المعلقه الصغيره فيها 45 سعره حراريه، الفرق بنوع الانواع الدهون الموجوده فيها، هون زي ما حكينا دهون اللي هو غير مشبعة واللي هي أفيد لصحة القلب، وأكيد كل الزيوت مقارنة بالمصادر الحيوانية هي خالية من الكوليسترول، إذا كان زيت عادي، زيت زيتون، زيت ذرة، ما عندنا كوليسترول بالزبدة والمصادر الحيوانية أكيد راح يكون في عندنا كوليسترول، فهذا الفرق الأساسي. وبس آخر إشي إذا ضل معنا لين وقت، أهم إشي هي طريقة الحفظ، دائما الزيوت في مكان يكون جاف وما يتعرض لأشعة الشمس المباشرة لأنه بيؤدي لتأكسده وفساده، فخاصة اللي بيشتروا زيت بكميات كتير كبيرة يضلوا بالتنكة أو ما يضلوا بمكان فيه عليه ضوء مباشر وشمس عشان نقدر نحافظ عليه لفترة طويلة. لفترة طويلة. طب وفي عندي كمان سؤال، لما نحكي عن زيت الزيتون كتير نستخدمه لقل البيض، لقل الجبنة، وبرضو نستخدمه بالطبيخ، هلا إحنا بمجرد إنه اللي كيف نعرف إذا إحنا وصلنا لدرجة الحرارة القصوى اللي لازم يوصلها الزيت لازم نقيمها؟ هو دغري أول ما تستخدميه بدك تحطي عليه البيضة أو هذا، المهم ما ينترك لأنه رح ينحرق مباشرة. تمام. ما بتحمل كمان بيكون مضر يعني بدرجة حرارة بصير بتأكسد. بصير حكينا في صح فهذا بصفي مضر جدا، فإحنا دغري بدنا إذا بدك تقلي البيضة يعني بس مباشرة بس يحمى سخون ما تستني عليه. أيوة. أوكي. وبمجرد إنه إحنا استخدمنا زيت الزيتون مرة مش لازم نستخدمه مرة ثانية؟ يعني خلاص طبعا كل الزيوت يفضل إحنا نقلي فيها مرة واحدة قدر المستطاع، هذا أفضل إشي. وإذا بدنا نقلي فيها مرة ثانية إذا كان زيت عادي ذرة أو غيره مهم كتير يتصفى من الشوائب الموجودة يبرد ونستخدمه مرة ثانية بالكثير أعلى. بالضبط. هذا طبعا نحكي عن الزيت النباتي ولكن زيت الزيتون مرة واحدة وانتهى الموضوع. يعني ربع شكرا كتير لإلك ودائما مبسوطين بوجودك حبيبتي معنا. ربع شكرا.